خلاص خلي علينا عاد مجرد معرفة خلاص خلي علينا. بتودي هذا الرقم على ليلى بنت الجيران، بتقول لها هذا الرقم من خليل الشيخ الصبحيات، ما تعطيهاش الا ليلى، طيب؟ فاهم؟ يا سلام. انت بدك تضلك قاعد لي في الدار ولا شغله ولا عامله؟ يا دخان يا قهوه يا شاي وعلى التلفزيون. شو يعني احنا عندنا بنت بدنا نعرف نربيها ونعيشها؟ عندها دراسه. شو اللي ناقصكم الحين؟ بصيرش انت تضلك قاعد بلا شغل في الدار. مو الشغل بستنى فيه وفيك، ما احنا دورنا. ما انت بتضلك قاعد ولا بتطلع تسألش على حدا. ما بنحكي للشباب اي واحد، لكن الشغل حطينا خبر عند كل الدور. انت بدك هم يجوا يحكوا لك في شغل؟ مش رح يجوا يحكوا لك لانهم بحلموش فيك. ولا طايرنا دلوع على الشغل، مو الشغل بستنى فيه وفيك. ما هو بستنى فيك، اطلع دور في ملان شغل في البلد. البنت بدها تعيش، بدها تدرس. هل يعني مشكلتك المصاري؟ مشكلتي المصاري. حكينا مع ابو محمد وان شاء الله راح نجيب لك المصاري وراح يساعدنا المصاري في الدار. انت بدك تضل تتدين بس عشان احنا نعيش؟ انت لازم تشتغل. شو بدي اسوي؟ هي مش مشكلتنا، مشكلة كل البلد هيك. قومي شوف مين على الباب. خليك انت. اهلين، شو بدك؟ بدي ليلى. شو بدك فيها؟ بدي اياها اعطيها 50 شيكل لوحده من هات. انا بعطيها اياها. لا بقدر اياها. لازم يعني انت تعطيها ليلى؟ ايوه. تعالي بسرعه. انت موافقه 50 شيكل؟ ايوه. انت موافقه 50 شيكل؟ من وين لك اياها؟ انا مش رح احكي قدام الولد، خديهن وقولي لك. أنا أخو خليل اللي شافك الصبح في الدكان، وهذا منا، وهي الرقم عليها. تعالي هان، من وين جايبة المصاري؟ من صاحبي. أني صاحبيتك؟ من جوال هاي بسكلة عنهم. ليش تروحي تاخدي المصاري من البنات؟ لأن نشتري بنطلون أروح على رحلة مع أصحابي وصحباتي. احكي لابوك اللي اطلبي من ابوك، مش من البنت رايحه تشحدي مصاري. ابوي هيو ابوك اطلبي. شو بيدي صوتك طالع؟ يا بكار بدهاش فيني اروح عشان دينت من صاحبتي مصاري. دينتي؟ ليش اعطيتك؟ 50 شيكل. بس حكيت لي مش مشكله. يعني بتصير البنت كنت تدين من من بنات العالم؟ بس حكيت لي مش مشكله يعني. لازم يعني رحله تطلعيها؟ يابا. انتوا ضلكوا على ابرد من اعصابكم وفيش معنا مصاري والبنت بدها تشتري. سألنا المصاري الحين بنشوفه محمد. يعني احسن لما يصيروا الجرات يحكوا عليها. خلاص يا بنت بنشوفه محمد، قلنا لك. قومي جيبي لي بكيت الدخان. يلا. اشتغل الدكان هذا تبع سعيد. تعالي تعالي وين تشتري دخان؟ هاي المصاري للكهرباء، فيش دخان. شو بدك فيها؟ روحي. شو بدك في امك؟ تعالي بدي مصاري للكهرباء انا. ولا شو بتسوي؟ ولا شيء. هات اشوف شو في ايدك. ايش هات الورقة، انا بحكي خلصيني. هات اشوف. شو هاد؟ رقم مين هاد؟ رقم صاحبتي. رقم صاحبتك؟ هات اشوف مين هاد. انا هيك علمتك. مين هاد؟ يلا احكي لي. هيك اخريتك. انا هيك علمتك. الو ليلى. ليلى مين انت؟ مرحبا عمري، كيفك؟
ولك يا قليل أدب تستحيش على حالك، أنت وين أهلك ما يضبوك؟ آسف، خلاص خلاص آسف. ولا يا قليل الأدب. خلاص آسف. ولي مين هاد؟ مين هاد اللي بتحكي معاه؟ عرفش تعالي. أنا هاد.